اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولا بأول. يعرف عن رجل برج العقرب أنه يمتلك الكثير من الغموض والقوة والسحر، لكنه في ذات الوقت يعشق فرض سيطرته والهيمنة على شريكته، كما إنه يعاني من شك أزلي بالآخرين وخصوصا في الجنس الآخر. وفي الحقيقة يمكننا اعتبار شخصية رجل هذا البرج معادلة صعبة لا يمكن فهمها أو التعامل معها. من السهل جدا على رجل برج العقرب أن يوقع النساء في شباك حبه، لكن بعد كل هذه السهولة ستبدأ معاناة المرأة الحقيقية وخضوعها لاختبارات الثقة. ونعتقد أن النساء اللواتي وقعنا في حب أحد رجال هذا البرج يدركنا تماما عما نتحدث، فمن الاستحالة فهم ما يفكر به العقرب أو إدراك ما يريده ويسعى إليه. وفي الكثير من الأحيان يمكن أن تقوم شريكته بتصرف طبيعي للغاية، لكنه يحوله بتخيلاته إلى أمر آخر تماما، لتظهر نتيجة شكه ردود أفعاله العنيفة. والأصعب من كل ذلك على شريكته أنها لن تعرف السبب الذي جعله ينفجر، لأنه غامض ولا يتكلم عما يزعجه. ولكن على الرغم من كل ما ذكرناه، فإن رجل برج العقرب إذا ارتبط بامرأة تتفهمه وتحمل المواصفات التي سنذكرها لكم، فهو سيعشقها بكل جوارحه وسيبذل قصارى جهده في الحفاظ عليها، وستكون مشاعر الرومانسية والحب ظاهرة، مما يضمن لهم حياة مليئة بالسعادة. فما هي الصفات التي يبحث عنها رجل برج العقرب في شريكة حياته؟ هذا ما سيخبرنا به الفلك ونلقي نظرة عليه من خلال هذا الفيديو الذي نأمل أن ينال إعجابكم. تابعوا معنا. هذه هي الصفات التي يبحث عنها رجل برج العقرب في شريكة حياته. الصفة الأولى: الخضوع له. إن معاشرة رجل برج العقرب سهلة، فهو يملك الكثير من السحر الذي يساعده على جذب الأنثى إليه بكل سهولة، لكنه قبل كل شيء يحاول أن يفرض سيطرته على العلاقة وأن يستلم زمام الأمور بشكل كامل. إذا كانت المرأة معجبة برجل هذا البرج، فعليها ألا تعارض إغراءه لها للوقوع في حبه، فهو يستمتع للغاية بالتصرفات التي يقوم بها أثناء إغرائه للفتاة التي يجب عليها أن تظهر له بداية الأمر أنها فتاة من الصعب الوصول إليها، ثم ترضي غروره بعد فترة بأن تسمح له بالسيطرة عليها. الصفة الثانية: الصدق والإخلاص. يعرف عن مواليد برج العقرب عموما ورجالهم بشكل خاص أنهم يشكون في جميع الأمور، وبأن الحصول على ثقتهم صعب للغاية، بينما خسارة ثقتهم سهلة جدا. كما إن غيرة رجل هذا البرج على شريكة حياته كبيرة جدا، ويمكن أن تتحول هذه الغيرة بكل سهولة إلى غيرة مرضية. طبيعة رجل برج العقرب قد تجعل معظم النساء لا يتجرأن على إقامة علاقة معه، فالضمانات معه مفقودة، وهو قد ينهي كل شيء نتيجة أمر أساء هو تفسيره، على الرغم من أن الحقيقة مختلفة تماما عما يعتقد. على المرأة التي تدخل في علاقة زواج أو حب مع رجل هذا البرج أن تعتمد على الصدق والصراحة المطلقة، وأن لا يكون لديها ما تخفيه، وأن تبتعد تماما عن ممارسة الألاعيب، إذ إن العقرب عندما يشعر أن شريكته تكرس كل جهدها ووقتها للحفاظ على حبه لن يشعر بالغيرة، لأنه لن يجد ما يثير شكوكه. الصفة الثالثة: الوضوح. على الرغم من أن شخصية مواليد برج العقرب غامضة للغاية،
وعلى الرغم من أن السعي لمعرفة أسرار الآخرين في نفس الوقت الذي يكتمون فيه أسرارهم الخاصة هو جزء من شخصيتهم، لكنهم لا يتقبلون الفتاة التي تمتلك صفة الغموض، بل على العكس من ذلك فهم يحبون المرأة التي تخبرهم بكل صغيرة أو كبيرة عن حياتها في الوقت الذي لا تحاول أن تكتشف عنهم الكثير. الصفة الرابعة التي يبحث عنها مولود العقرب في المرأة: الاستقلالية. على عكس معظم الرجال من مواليد الأبراج الأخرى، فإن رجل برج العقرب لا يخشى الارتباط بالفتاة المستقلة التي تحافظ على كيانها الخاص، حتى أنه يبحث عن هذه النوعية من الفتيات تحديدا، لأنه يريد الارتباط بالمرأة التي تستطيع الاعتماد على نفسها دون اللجوء إليه في كل كبيرة أو صغيرة. الصفة الخامسة: الإطلالة المثيرة. إن رجل برج العقرب ينجذب كثيرا للمرأة التي ترتدي ملابسا تظهر أنوثتها بعيدا عن الابتذال، فجمال الشكل الخارجي للمرأة من الأمور الأساسية لديه، كما إنه يهتم بدرجة كبيرة بالعلاقة الحميمة مع شريكته، لذلك نراه يبحث عن المرأة المثيرة التي توفر له كل ما يبحث عنه في العلاقة الحميمة. الصفة السادسة التي يحبها الرجل العقرب في المرأة: الطيبة. إن رجل برج العقرب شخص حسي يملك طباعا حادة جدا، بالتالي إن ارتبط بامرأة تشبهه في هذه الجزئية ستتحول العلاقة إلى معارك ومواجهات مستمرة، ولا يمكن لها أن تنجح بأي حال. إن التعامل مع رجل هذا البرج عندما يكون في حالة من الغيرة أو الغضب أشبه بالمستحيل، ولذلك فإن ارتباطه مع امرأة سهلة المعشر طيبة سيحقق التوازن في هذه العلاقة، لأن هذه المرأة ستستوعب غضبه أو غيرته وستتعامل بكل عقلانية وصبر، مما يحافظ على علاقتهما. الصفة السابعة: الطموح. يهتم رجل برج العقرب كثيرا بوضعه المالي، وهو يتعامل بجدية كاملة مع حياته المهنية، ولذلك لا يمكن له الارتباط بامرأة لا تشبهه أو تتفوق عليه في هذه الجزئية، بمعنى أنها يجب أن تكون طموحة مثله أو أكثر، وأن لا تكون مسرفة للأموال بطريقة غير محسوبة، بل تنفق أموالها بتحفظ وبدون أي عشوائية. كما إن شريكته الطموحة ستكون متفهمة لطموحه وستؤمن له كل ما يحتاجه من دعم كي يتطور وينمو بصورة مضطردة. هذا الأمر من المواضيع التي لن يتنازل عنها رجل هذا البرج مطلقا. الصفة الثامنة التي يحب رجل برج العقرب تواجدها في المرأة: عدم العناد. لا يحب رجل برج العقرب المرأة التي تعانده أو لا توافقه الرأي حتى وإن لم يكن على صواب، ومن المؤكد أنه لن يعترف مطلقا أنه هو المخطئ، بل إنه لن يكتفي بعدم الاعتراف بأخطائه، بل سيحمل الضغينة والحقد على شريكته التي تجادله ولا توافقه الرأي وتصر على أنها هي المحقة. الصفة الأخيرة التي يحب الرجل العقرب تواجدها في المرأة: الاستقرار. إن رجل برج العقرب يشبه رجال برج الدلو والأسد والثور لناحية انجذابه بصورة تلقائية للمرأة التي تشبهه، وبالإضافة لذلك فإن رجل هذا البرج بحاجة ماسة للاستقرار والتخلص من أي أمر قد يهدد هذا الاستقرار، فإن شعر بأن ملكيته للآخر مهددة سيدخل في مرحلة من الغيرة والشك، مع ما يؤديه ذلك من هدم سريع للعلاقة، وبالتالي فإن الاستقرار والثبات في العلاقة من الأمور الأساسية التي لا غنى عنها مع رجل برج العقرب.
اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.